بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة موافق 6/8/2021 وصلت الدفعة الرابعة إلى محافظة الشرقية من لحوم الأضاحي، وكل عام وأنتم بخير. اليوم الجمعة الموافق 6/8/2021 تم وصول الدفعة الخامسة من لحوم صكوك الأضاحي إلى مديرية أوقاف الجيزة وهي 4 طن، وبذلك يكون مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة من لحوم صكوك الأضاحي 20 طنا، وكل عام وأنتم بخير. وصلت عربة لحوم الأضاحي إلى مديرية أوقاف كفر الشيخ في يوم الجمعة 6/8/2021 محملة ب3 أطنان من اللحوم، وهذه هي الدفعة الثالثة، لتصبح جملة ما وصل إلى مديرية أوقاف كفر الشيخ بالدفعات الثلاث 11 طنا. كل عام أنتم جميعا بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم الجمعة الموافق 6/8/2021 تم وصول الرسالة الرابعة من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 3 طن، ليصبح ما تم إيصاله إلى مديرية أوقاف المنوفية حتى الآن 15 طن. وصلت الآن إلى محافظة الإسكندرية السيارة رقم 5 محملة ب2 طن، بعد اللحوم التي وصلت محافظة الإسكندرية 18 طن إلى الآن. تم استلام كمية 2 طن لحوم الأضاحي لمديرية أوقاف بورسعيد، وكل عام وحضراتكم بخير.